مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. ساعه قبل بدايه المباراه الحاسمه اللي غتجمع المنتخب الوطني المغربي اللي كنتمنوا لهم التوفيق ضد المنتخب الفرنسي. وكيف ما كتشوفوا هذه الاجواء في شوارع كازا، كلشي كيجري كما كتشوفوا مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في. هذه اجواء مدينه كازا قبل بدايه المباراه الحاسمه اللي غتجمع المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره المنتخب الفرنسي، اللي كنتمنوا اكيد التوفيق لاسود الاطلس، وكنتمنوا ان شاء الله الفوز. اليوم يربحوا المغاربه، واليوم ان شاء الله كاع المغاربه ياكلوا الرفيصه بالدجاج. كيف ما عرفتوا بان المنتخب الوطني المغربي انه تالق في المباريات السابقه، الحمد لله ان تعادلنا مع كرواتيا، ربحنا بلجيكا، كندا، البرتغال، اسبانيا، فكنتمنوا حتى اليوم تكون فرحه عارمه للمنتخب الوطني وكذلك المغاربه كاملين اللي كيتسناو ان شاء الله الرباح ديال اسود الاطلس. كريم ان شاء الله الفينال الى كوب دي ان شاء الله. خويا كريم ان شاء الله كنتمنوا له ان شاء الله التوفيق. اللعابه ديالنا اسود كيف ما كنقولوا، ان شاء الله يربحوا اليوم المنتخب الفرنسي. وكيف ما شفتوا بانهم تالقوا كلهم خلال المباريات السابقه اللي كانت جمعتهم مع كرواتيا، البرتغال، اسبانيا، كندا، بلجيكا. الحمد لله الشعب المغربي كله فرح، واليوم ان شاء الله كنتمنوا اننا نفرحوا. وتحية كوتش وليد الركراكي اللي صراحة كيتعامل مع اللعابة كوليدات، ومشي كيتعامل معاهم يعني بواحد الطريقة أخرى، يعني كنشوف واحد العلاقة زوينة بيناتهم. وكيف ما قالوا على اللعابة ديالنا بأنهم مرضيين الوالدين، هادشي اللي علاش ربي واقف معاهم، فالحمد لله كلشي مرضات الوالدين. مشاهدينا وصلنا الى نهايه البث المباشر، ان شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر اخر. الى اللقاء.